سائل يقول: في قول بعض أهل العلم في آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم عليه عليه الصلاة والسلام ثم يتقدم خطوة ثم يسلم على أبي بكر، تأخر ما هو تقدم، تأخر نحو الشرق، تقدم نحو الشرق وقدر خطوتين يسلم على أبي بكر، لأن أبا بكر خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم كذلك مع عمر رضي الله عنهما، يقول: هل يمكن أن يسلم عليهما جميعا؟ لا لا لا، سلم على الرسول أولا ثم على أبي بكر ثم على عمر. نعم.